بدأ منذ قليل الاجتماع 69 للمجلس الأعلى للثقافة للتصويت على اختيار الفائزين بجوائز الدولة لعام 2023، وتشمل جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، بعد التحية ضعنا في تفاصيل هذا الاجتماع. تحياتي لك ولكل متابعينا من أمام القاعة العامة من داخل المجلس الأعلى للثقافة، حيث استمرار لجلسة التصويت السرية لجوائز الدولة، سواء نتحدث عن النيل، التفوق، التشجيعية، التقديرية في عدد من المجالات. هذا الاجتماع الذي يأتي منذ صباح اليوم بمؤتمر صحفي للإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس الأعلى للثقافة 69. نتحدث عن حضور كبير لأعضاء هذا المجلس لاختيار من بين المرشحين لهذه الجوائز. وبدأ اليوم بعد المؤتمر الصحفي، كانت هناك جلسة بتفويض دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لاختيار اللجان الفرعية والدائمة الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة، ثم الجلسة الأخرى وهي الجلسة السرية للتصويت السري من بين المرشحين في عدد من المجالات، نتحدث عن الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والثقافة بشكل عام. هذه الجوائز التي تؤكد على اهتمام الدولة بالفنون والأداب منذ خمسينيات القرن الماضي. وإذا تحدثنا عن نظام الأخذ بالتصويت السري من خلال هذه الجلسات الذي طبق وبدأ العمل به بالفعل في عام 2017، ومن بعده في العام التالي بدأ التطبيق في أغلب اللجان الفرعية والدائمة للمجلس الأعلى للثقافة بالتصويت السري على المرشحين لهذه الجوائز. وإذا أيضا تحدثنا عن أغلب المرشحين من كافة النقابات والهيئات الثقافية، وأيضا من رشح العديد من سواء الفنانين أو الثقافيين للحصول على هذه الجائزة، ونستمر حتى هذه اللحظة في انتظار الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة. نتحدث عن النيل، التفوق، التشجيعية، التقديرية. عودة إليك مرة أخرى. نعم زميلي رامي محمد، بما أنها جلسة سرية للتصويت فنحن في انتظار نتائج هذه الجلسة. زميلي رامي محمد كنت معنا مباشرة من المجلس الأعلى للثقافة، شكرا جزيلا لك.